لكن أظن أنك تستطيعين أن تقدمي تأملاتك الآن بشأن كلمة مندوب الولايات المتحدة الأمريكية التي أنصتنا إليها معا. الرجل في جلسة تناقش جريمة ارتكبت على أرض دولة مستقلة ذات سيادة، فإذا به يخرج في حديثه ويتحدث عن الحوثي وحزب الله وإلى آخره وضرورة كبح إيران دون أن يتطرق إلى الجريمة ذاتها. منطق عجيب يا دكتورة هدى. لا فقط لا يتطرق إلى الحدث نفسه، ولكن حتى إلى أسباب الحدث. يعني هو تحدث عن إيران وعلاقتها بالميليشيات والحوثيين والتوترات في البحر الأحمر، هذا ذهب بعيدا عن السبب الرئيسي للتصعيد الإقليمي والتوترات التي تحدث في المنطقة، وهي بالأساس استمرار حرب غزة وفشل الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار والاستجابة للدور المصري ودور أطراف أخرى من أجل طبعا البحث عن هدنة والتوصل لتسوية ووقف إطلاق النار. وبالتالي هو يبعد بعيدا عن السبب الرئيسي لما وصلت إليه المنطقة من هذه التصعيدات، ويتحدث طبعا نعم إيران ومعها عدد من الجماعات المسلحة في المنطقة تتحدث، يعني بتعتبر أن التصعيد في مواجهة إسرائيل له مبرر وهو استمرار الحرب في غزة، هذا إلى جانب عدد من المصالح المرتبطة أو أجندة هذه الجماعات المسلحة. لكن الولايات المتحدة وإسرائيل في استمرار أو السماح لنتنياهو بالاستمرار في سياسته تجاه استمرار المأساة الإنسانية في غزة في القطاع، سمح هذا بهذه طبعا التوترات في المنطقة. وبالتالي لو كنا توصلنا إلى وقف إطلاق النار منذ فترة طويلة ما كانت تحدث هذه الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل، لأنها تريد أيضا أن تعثر مفاوضات الهدنة والتهدئة والوساطات التي تقودها مصر ومع الولايات المتحدة من أجل طبعا إطالة أمد الحرب، من أجل الأجندة الداخلية لنتنياهو ومخاطبة الرأي العام الداخلي وإشعار الإسرائيليين بأنه نفذ ما وعد به وهو استهداف قادة حماس ومن قاموا بعملية طوفان الأقصى. وبالتالي هو طبعا كلمة مندوب الولايات المتحدة بعيدة جدا عن الأسباب الحقيقية والجذور التي يعني تنطلق منها هذه التوترات. نعم. أعود بك يا دكتورة هدى إلى سؤالي الأول قبل أن ننتقل إلى نيويورك حيث الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، والسؤال هو إلى أي مدى يشعر الإيرانيون الآن بالمهانة بعد هذه الضربة في عقر دارهم؟ هذا أولا. ثانيا، ما الذي يمكن أن يفعله النظام الإيراني كي يسترد كرامته بين قوسين؟ يعني خلينا واضحين طبعا أن اغتيال إسماعيل هنية وهو ضيف إيران على أراضيها وكان يحضر مناسبة رسمية ويعني وصوله يعني عملية الاغتيال بدقة البيانات التي وصلت إليها إسرائيل إلى مكانه، والذي هو يعتبر تابع للحرس الثوري وهو في مأمن باعتبار أن من يؤمنه هو الحرس الثوري، هذا بيدل طبعا بالدرجة الأولى على اختراق للأجهزة الأمنية. إسرائيل تريد أن توصل هذه الرسالة أن من هم مرتبطين بمحور المقاومة أو قياداته لا ليسوا في مأمن حتى لو في داخل إيران. الأمر الآخر طبعا لأن إيران بنجد أن إسرائيل قامت بعدد من الاغتيالات من قبل، مثلا محسن فخر زادة تم اغتياله داخل إيران، هناك عدد من عمليات التخريبية التي تمت في الداخل الإيراني، وبالتالي هذا يعيد التذكير بهذه العمليات، وبالتالي أن هناك اختراق أمني في الداخل الإيراني، فشل استخباراتي تتسم به إيران في مواجهة طبعا قدرات الاستخباراتية الإسرائيلية التي تتباهى بها الآن، وبالتالي تآكل الردع الإيراني في مواجهة إسرائيل. طبعا إسرائيل بتريد جر إيران إلى التصعيد، وبالتالي وإلا كان يمكن لها أن تغتال إسماعيل هنية في أي مكان آخر، لكنها اختارت هذا التوقيت وهذا المكان لأنها تريد جر إيران إلى التصعيد، تريد إيران أن تدخل في مواجهة مع الولايات المتحدة والغرب، خاصة وأن مسعود بازشكيان وهو الرئيس الإيراني الجديد كان يتحدث حتى في مراسم تنصيبه أمام البرلمان عن سياسة حسن الجوار والانفتاح والدبلوماسية مع الغرب، وبالتالي أي دبلوماسية يمكن أن تنتهجها الحكومة الجديدة الإصلاحية في توقيت بنجد أن تم
عملية كبيرة مثل هذه في الداخل الإيراني، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تفسد أي محاولات للانفتاح أو تقارب ما بين إيران وما بين الغرب من جهة، من جهة أخرى إحراج إيران، من جهة ثالثة طبعا تريد أن تقول أنها أقوى من محور المقاومة وأنهم في غير مأمن، وتريد أن ترد على طبعا التهديدات التي تطلقها إيران ومحور المقاومة من وقت إلى آخر. لكن من ناحية أخرى فيما يتعلق بسؤال حضرتك فيما يتعلق بالرد الإيراني، طبعا إيران لأنها لا تريد أن تنجر إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، ولأنها لا تريد أن تخسر الولايات المتحدة، لأن نحن نعلم أن منذ شهور كان هناك محادثات سرية بتتم أو غير مباشرة بتتم بين إيران وبين الولايات المتحدة عبر عمان، فلا تريد إيران أن تفسد هذه المحادثات. لذلك إيران ربما تكون خياراتها في الرد قليلة، ربما تعمل على إشراك الجماعات الإقليمية المسلحة في المنطقة للرد وفتح بؤر، أو يعني نقدر نقول تحفيز ما يسمى بمبدأ وحدة الساحات مرة أخرى، عبر طبعا إشعال بؤر التوتر في سوريا والعراق وفي لبنان أيضا وأيضا في البحر الأحمر كما يحدث أصلا. هل تتوقعين يا دكتورة هدى ضربات على غرار ما وصف بأنه تمثيلية أبريل الماضي، تلك الصواريخ التي انطلقت بالمئات ولم ترق دما لا هنا ولا هناك؟ طبعا يعني كانت هذه اول مره تحدث هذه المواجهه المباشره او هذه التمثيليه مثل ما حضرتك ذكرت في هذه الاثناء، وكان في نفس التوقيت كل من ايران واسرائيل يوصل رسائل الى الولايات المتحده انه لا يرغب في التصعيد والجر، وانما لابد من الرد حتى طبعا يعني حفظ ماء الوجه ولطبعا قدرات الردع ما بين الطرفين في مواجهة كل منهما الآخر. لكن لا أتصور أنها سوف تندرج إلى المواجهة المباشرة، لأن إيران حينما فعلت ذلك لأن كان الهدف إيراني بالأساس، من جهة أخرى لم تفعل ذلك إيران حينما قتل قاسم سليماني، لم تقم بالمواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، وإنما كان من خلال يعني تم إبلاغ الحكومة العراقية أنها سوف تقوم ببعض الـ يعني الـ الهجمات على بعض القواعد الأمريكية في الموجودة في العراق، وتم إخلاء هذه القواعد ولم تكن هناك أي خسائر أمريكية. وبالتالي أنا بتصور نظر أن إسماعيل هنية كان محسوب على محور المقاومة، وبالتالي فإن سوف تعمل إيران على إشراك كل الفاعلين من محور المقاومة في هذه العملية الانتقامية، وليس بالضرورة أن تكون من الأراضي الإيرانية مثل ما سبق. السؤال التالي طرح على استحياء في مواقع التواصل يا دكتورة هدى، استطاعوا الوصول إلى هنية في طهران، الخطوة التالية بالنسبة لآلة القتل الإسرائيلية، وهم متخصصون في الاغتيال كما تعرفين منذ عام 48، هل هي نصر الله مثلا؟ لا يعني ما أكيد ما اعرفش الاجنده الاغتيالات عندهم ترتيبها ايه بصراحه، لكن طبعا سياسه الاغتيالات التي تنشط فيها اسرائيل الان، وهي يعني هذا كانت منذ سنوات بتستهدف كبار قاده الحرس الثوري الايراني في سوريا، حتى من قتل بالامس في بيروت فؤاد شكري يقال ان كان معه احد القاده الايرانيين، وبالتالي فكره استهداف كبار القاده في الحرس الثوري الايراني هي سياسه اسرائيليه ثابته وتستمر، وهي أحد أوجه الحروب أو المواجهة ما بين إيران وإسرائيل، لن تكون مواجهة مباشرة وإنما استهداف قادتها في سوريا لزعزعة وجودهم في سوريا، أو استهداف بعض الأهداف المرتبطة بهم والمنشآت العسكرية المرتبطة بهم، أو حتى قادة حزب الله، والآن هناك قادة حماس، ويعني إسماعيل هنا ليس الأول ولن يكون الأخير بالطبع طبعا، خاصة وأن إسرائيل يريد أن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب، يريد نسف أي فرص لعملية يعني إتمام الهدنة في الوقت الحالي، خاصة وأن إسماعيل هنا كان من المعروفين أنه من كان أحد الأطراف التي تخوض المفاوضات الهدنة والمباحثات وقف إطلاق النار. صحيح. من الجانب الفلسطيني، وبالتالي هو اختال الشخص الذي يعني يعتبر يعني كان يميل إلى التسوية السياسية في أسرع وقت، وبالتالي هذا يعكس ان استمرار سياسه نتنياهو هذه لانها تحقق له اهداف على كل المستويات، سواء اهداف في الداخل الامريكي لانه يريد ان يستمر الدعم الامريكي المادي والمعنوي بالنسبه له، ربما اخذ ضوء اخضر من الولايات المتحده حينما كان هناك في زياراته الاخيره، ربما يريد ان يتم انجاز بعض الاهداف قبيل لمجيء الاداره الجديده، لكن الواضح انه لا يريد انهاء هذه الحرب بل اطاله امدها وادخال المنطقه في دوامه من التصعيد.